السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش رويال. اليوم متحمس كتير 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 لأنه بصراحة أحلى 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 تشكيلة أنا بحبها باللعبة، تشكيلة أحلى استراتيجية، أحلى سلسلة أنا بحبها باللعبة كلاش رويال. بالنسبة لي كمتعة شخصية هي سلسلة 2 ضد 1، سلسلة كتير حلوة. إذا ما لكم شايفيها روحوا شوفوها، اعملوا لها لايك، حتى لو يعني بهيك شوفوا لي شوي مقتطفات من الحلقات تدعموها. بس هلأ أنا عملت شيء جديد، ناس قالوا لي يا عمر سلسلة 2 ضد 1 كتير حلوة وأي شيء، ولكن في عالم عاملينها قبلك، أجانب عرب أي شيء، ما بعرف بصراحة، أنا ما بعرف مين اللي عاملها. وهو أكيد ما يعني قد ما طلعت أفكار أكيد ما يكون في حدا عاملها، بس اليوم بتوقع فكرتي ما حدا عاملها، اتوقع ما شفت حدا عاملها، لا اجنبي لا عربي لا شيء. حيطلع لي حدا بالكومنتات اللي بجنوب كوريا، في واحد ساوى الفكره، في واحد ساواها بشمال اليابان، ما بعرف، بس انا مالي شايفها. الفكره كتير بسيطه، حالعب ضد 4، نعم ضد 4، ولكن مو لحالي، بمساعده 2 من اصدقائي بالكلان. حالعب بكل اكونت مع واحد بنفس الوقت لايف قدامكم مباشر، احاول اني اربح قد ما بقدر. بالنسبه للتشكيلات حلعب مع اعضاء كلان الوان جنجن وان يوتيوب. التشكيلات حستعمل هدول، ما فكر كثير بالتشكيلات وما حابدع يعني، مشان ما اضيع لو باتري على واحد من الاكونتات. بالشرح حاول اقول الحساب اليميني واليساري او النص واليسار، هيك حاول اقول هالمصطلحات. نتمنى انه يمشي الحال ونطلب كلان باتل بنفس الوقت تنتين. فاتوا معنا تكس وامجد، تكس وامجد، تعالوا نشوف اذا حنقدر نربح. تكس معه صاروخ، امجد معه ما لحق، شوف شو معه، شفت انفيرنو تاور، كان لازم طبعا اعرف شو معه من قبل. تعال نحط هاي هون وهاي هون، هنشوف شو الوضع. اذا كلان ياباني وكلان ما بعرف شو هو. ليش هدول هيك هاجمين بقوه من بدايه المباراه؟ اوكي 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 يا ريت لو هون في كرة نارية جاهزة. يلا استعمل زاب معلش. هي هيك تمام، هذا هون ممتاز. خايف من الحساب اليساري اكثر لهلا، الحساب اليساري اكثر، كانه الحساب اليميني مستقر الوضع. حستعمل كرة نارية هون دفاعية وحاجم بالجوبلين جانك على اليمين، معلش بالجهة الثانية. عندهم لايتنينج، تمام تمام، هستعمل كرة نارية هون، مو غلط مو غلط مو غلط مو غلط مو غلط. بجمع شوية الكسير هون، ممتاز، بحاول ساعد بزاف هجومية، ممتاز ممتاز. هون ما في شي يساوي، ما في شي يساوي. هون في صاروخ جاهز بس ما حاستعمله، حاستعمل هي هون، تمام. اوه البويزن كثير كان سيء بهي الحركة اللي عملها ضدي، روح لك يعني 2 الكسر على الفاضي و3 الكسر على الفاضي. لساتهم هذول بيحاولوا يهجموا علينا بالحساب اليساري، اما بالحساب اليميني يعني شوف صاروخ يحلق، صاروخ يحلق. حستعمل هون السكلتون ارمي بركير وقفوا هذا على السريع، تمام. وهلا صار معنا حق الجولم هون، صار معنا حق جولم واخيرا. هلا انا مفكر بهجمة الجولم بقى اخذ تاور بهداك الحساب، بينما بهذا الحساب اللي عم بحط فيه كوخ حاليا ماني عرفان شلون بدي اخذ هاد. طبعا بهذا الحساب رفيقي هون عنده صاروخ، صح؟ استعمل هون الزاب، استعمل هون الزاب، كمان استعمل زابين بنفس الوقت. البرق عم يكون كتير فعال. استعمل صاروخ هون، صار بده صاروخ، استعمل هذا هيك وهي كرة نارية هيك، تمام. هون اروز وهون هيك، تمام تمام تمام، في امل في امل. زاب دفاعي هون، استعمل ماينر بركي هو اللي بياخذ التاور، وكره ناريه هون معلش. اخذنا التاور بالنص، بالنص بصوت بالحساب النصاني بيان الحساب اليساري، حساب اليساري. راح التاور، اخذنا التاور وراح التاور. إذا اللعبة كثير حماسية بكل الأماكنين، استنوا شوي استنوا شوي، بركي بننهي، بركي بننهي الحساب اليساري. نعم نعم نعم، نهينا الحساب اليساري، نهينا الحساب اليساري. صار فيني ركز، صار فيني ركز على الأيباد، ليك الأيباد بإيدي، صار فيني ركز وأنا عامل جولم، أنا عامل جولم. هل حنقدر نربح تحدي ضد 4 ولا لا؟ أنا متحمس كثير كثير متحمس.
وكرة نارية تضرب كل شيء مع الصاروخ. يا سلام يا سلام يا سلام، قذائف صاروخية نارية. الجولم متجه، الجولم متجه للفوز. بنجهز الزاب، نستعملها بالوقت المناسب. وهلأ وقت الزاب، هلأ وقت الزاب، نعم هلأ وقت الزاب. ويلا يلا، جود جيم جود جيم. فوتوا فوتوا فوتوا، يلا كرة نارية. يا بنتي كرة نارية، قد ايه بتعطي طاقة كرة نارية؟ قد ايه بتعمل؟ قد ايه بتعمل؟ يلا يلا، روحي 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 بسرعة، روحي بسرعة، نصنع الفوز. لا 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 لا، بسرعة بسرعة بسرعة. ولي 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 ولي، 50. زاب زاب، صاروخ صاروخ صاروخ. الله، خلاص برمي الايباد، برمي الايباد، وفزنا على 4. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لا 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 لا، انا وامجد ربحنا بهالمباراة، انا وتكس ربحنا بهديك المباراة. يا يا يا، نعم نعم نعم. اذا مشاهدينا الاعزاء، أصدق أساطير، أساطير عمر، هاشتاج أساطير عمر، رحلة الوصول للمليون. بحب وجه لكم الحلقة الخاصة كتير كتير كتير، اللي كان فيها واحد من أصعب التحديات اللي لعبتها لهلأ. بعض الناس ممكن تقول لي ليش صعب، ما فيه شيء. أنا بالنسبة لي صعب جدا، عم بلعب بإيدي اليمين، إيدي اليسار، عينها على هالشاشة، عينها على هالشاشة، عم بحكي، عم حاول أشرح، ما بعرف عدد الأخطاء اللي أخطأتها بالمباراة وعدد الأخطاء اللي أخطأتها بالشرح، بس حاول أحفظ إنه الآيباد حيكون مكان الشاشة بالنص، بينما وأنا مكاني على اليمين، وإذا هيك نص هيك جنبي هون تكون ايه تقريبا، هون تكون الايباد، واخر شيء بدها تكون الكمبيوتر. عم حاول انا اتخيل كل هاد واحكي واشرح. بتمنى تكونوا استمتعتوا. مقطع كتير عذبني، مو شوي، كتير عذبني. ما فيكم تخيلوا جماعه كلاس رويال يعني كم مقطع فيني ساوي بدل ما ساوي هالمقطع، بس انا لعيونكم بساوي قد ما اقدر لتكونوا مبسوطين. ما بتمنى، ما بتبخلوا علينا انكم تساووا لايك. بتمنى اشوف 10,000 لايك على هذا المقطع. طبعا اللايكات ما بيفيدوني ماديا باي شيء، هي بس معنوي، لحس انه عملت انجاز. وبركي الاجانب لما يشوفوا انه احنا عم نساوي افكار، ان شاء الله ما يطلع عاملين نفس الفكره. يعني بقول اذا عاملينها ما تكون بنفس الطريقه، يعني مثل ما انا عامل الشاشه ومثل ما عم ساوي، بس بكل الاحوال يشوفونا احنا العرب عم نوصل لهم رساله، عم نفرجيهم انه احنا فينا نساوي شغلات قويه. طبعا هذا كان كل شيء لليوم. ما تنسوا مثل ما قلت لايك، اشتراك بالقناه، نشر لهذا المقطع بالذات لاصدقائكم. اذا بتكون جواهر مجانيه، جواهر بالديسكربشن. وبذكر كشمع موضوع كتير مهم، لما انتم تستعملوا هالروابط تبع الجواهر انتم بتستفيدوا باموال معينه اول ما تبلش، نص دولار ربع دولار كذا. وبنفس الوقت انا بستفيد، بيجيني جواهر من الشركات هي، والجواهر بستعملها يا اما بالجيف اويات اللي بنعملها، يا اما لاشحن واحد من الرصيدين لقوي اكاونتي. وانتم بتحبوا كتير تفتيح الباكيجات، اصلا شغله لكم يعني مثل ما هي لي. كان معكم عمر اوهن الجنوان، انا مبسوط كتير، اتمنى تكونوا مبسوطين مثلي. بشوفكم قريبا ان شاء الله، ومع السلامه.